أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وآخر حواراتنا لهذا الصباح النهاردة يوم 9 سبتمبر من كل عام بتكون هي الذكرى الموافقة لعيد الفلاح. بالأمس كان العيد 70 للفلاح المصري، وده الحقيقة بيتزامن مع يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي سنة 1952 يوم 9 سبتمبر تحديدا. 70 عام على يوم عيد الفلاح المصري والعديد من الإنجازات وأيضا الحقوق التي منحت للفلاح المصري طوال هذه المدة. ده يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي كان بيترافق معه أو صاحبه أيضا إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين والمزارعين، وأيضا إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي وأيضا الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعدد كبير مما يخص حقوق الفلاحين والنهوض بهم في مصر. ومصر دائما حريصة كل عام في هذا التوقيت أنها بتحتفل بعيد الفلاح تكريما له لدوره المتميز والهام جدا والمتعاظم في الاقتصاد المصري عبر آلاف السنين. هي كمان دور الفلاح برز بوضوح جدا في الفترة الأخيرة مع تداعيات الأحداث العالمية اللي بيشهدها العالم كله، ودوره في توفير المنتجات والأمن الغذائي تحديدا. وبالتأكيد طبعا القيادة السياسية في السنوات الأخيرة قدمت المزيد من الدعم للفلاحين في مصر. خلينا نتوقف عند حقوق الفلاح المصري ومختلف أوجه الدعم اللي بتقدم ليه ودوره أيضا في هذه الفترة تحديدا مع هذه التحديات الكبيرة توفير الأمن الغذائي. بنرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور علي إسماعيل نجيب، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة سابقا وعضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. دكتور علي صباح الخير، أهلا بحضرتك معنا. صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. تقرير سريع في يعني مزيد من التفاصيل عن موضوعنا ونرجع تاني نبتدي الحوار. 8 سنوات من الدعم والتمكين والارتقاء بمكانة الفلاح المصرية من خلال سلسلة من الإجراءات والجهود المبذولة من الدولة المصرية لتعزيز مكانة الفلاح المصرية بوصفه شريكا أساسيا للدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي. ففي عيده 70 أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم. وأكد الرئيس السيسي أن الفلاح المصري ظل على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة. وفي السياق نفسه أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة عززت من استراتيجيات دعم الفلاح والتي بدأتها خلال السنوات الماضية، لا سيما في ظل التغيرات التي شهدها العالم وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد وازدياد الحاجة لتأمين واستدامة الإنتاج الزراعي محليا بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي. وتشمل جهود الدولة لدعم الفلاح في الأزمة الروسية الأوكرانية صدور توجيه رئاسي بمنح حافز توريد إضافية لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. كما تأتي مشروعات وزارة الموارد المائية والري في مجال المياه بهدف خدمة المزارعين في المقام الأول وضمان توفير كافة الاحتياجات المائية التي يتطلبها القطاع الزراعي في مصر. يعني دكتور علي زي ما تابعنا في تقرير مزيد الحقيقة من الخطوات بتتخذها الدولة لدعم الفلاح المصري، وخصوصا في الفترة الأخيرة لما بيتعاظم دوره الحقيقة في توفير المنتجات الزراعية المختلفة وفكرة تحقيق الأمن الغذائي. يعني بتتوقف عند هذه الإجراءات والخطوات إزاي وأبرز حقوق الفلاح اللي بيحصل عليها في الفترة الأخيرة؟ يعني طبعا يعني خلينا النهاردة في هذا اليوم النهاردة يعني نهني الفلاح المصري بمرور 70 سنة على صدور قانون الإصلاح الزراعي، ونقول إن فعلا هو الفلاح المصري هو عصب التنمية، هو كندي الإنتاج. الدولة لم تبخل على الفلاح المصري منذ قيام ثورة 52 بإعادة روحه بإعادة توزيع هذه الأراضي عليه. في نفس الوقت انتقلنا بعد ثورة يوليو، ولما توزع يمكن توزع حوالي ما يقرب من حوالي 989,000 فدان على حوالي 325,000 أسرة
و670. لما تتصوري هذا الرقم في هذا التوقيت في الخمسينات والستينات وعدد سكان مصر كله كان لا يتجاوز 20 مليون. الأسرة دي كانت 7 أو 8 أفراد، يعني أنت بتتكلمي في حدود، يعني كان يصل العدد فوق مش أقل من 2 مليون مواطن أو فلاح استفادوا بقوانين الإصلاح الزراعي. لم تتوقف الدولة على هذا الحد، ولكن يمكن نشوف إيه التطورات الحديثة واللي بيتم في ال10 سنين الأخيرة أو 8 سنين بشكل أساسي. إن احنا أول حاجة إن صدر قانون للتأمين الصحي، أن يتم وجاري تفعيل هذا القانون، يتم دخول الفلاح في منظومة التأمين الصحي، قانون المعاشات للمزارع للفلاح، في قانون تاني إعادة يعني تطوير وتحديث قوانين التعاونيات اللي هي تساعد الجمعيات على إنشاء شركات عشان مساهمة وبالتالي تزيد من دخول المزارعين ويستفيدوا منها. عندنا قوانين أخرى تم إصدارها للمزارع للفلاح اللي هي برضك النهاردة احنا بنقول ان الفلاح هو عنصر رئيسي في عمليات التربية، ممكن ظهرت هذه الموضوعات. فالنهاردة الدولة المصرية النهاردة تصدر الدولة مجموعة من اللي بيسموها التفعيل لآليات ومنظومة زي منظومة تحديث الري، والنهاردة بتدي قرض على 10 سنين بدون فوائد تمام، فتتحمل قيمة هذه الفوائد الحكومة المصرية. لما نيجي نقول ان الفلاح في عمليات تربية المشروع اعادة مشروع البتلو ويبقى فيه دعم النهاردة لأكثر من 7 مليار بتصرفوا في هذا المشروع بفايدة 5%. النهاردة في مشروعات احلال لرؤوس المشية، وفي يمكن انا كنت في فترة سماء يعني في عندنا بعض الرؤوس بتتوزع كمان على الأسر الفقيرة. صحيح. بشكل وأيضا التوسع في مشروعات الزراعة بشكل عام. لا ده لسه أنا هدخل بقى الكلام. نتكلم عن على سبيل المثال مشروع مستقبل مصر. بتكلم ماذا تقدم الدولة الآن للفلاح المصري. الفلاح المصري زي ما أقول هي بتعتبره هو شريك التنمية، هو عصب الإنتاج وعصب الاقتصاد، فإذا ما كنتش أنا هدعمه وهساعده وهقف جنبه هوفر له حياة كريمة. النهاردة أكبر مشروع بيتنفذ في مصر، ويمكن رغم كل الظروف الاقتصادية اللي بتمر بها مصر أو العالم كله، وبدأ الوحيد المشروع اللي سيادة الرئيس يمكن وجه أن يستمر هذا المشروع، لأن على الأقل في 50 مليون مواطن أو أكثر من 50 مليون مواطن في مصر اللي هو مشروع حياة كريمة. صحيح، في كرة مصر. وبيتصرف على هذا المشروع 700 مليار جنيه أو أكثر. نتحدث عن مشروعات الزراعة تحديدا، مشروع مستقبل مصر يعني وهو مشروع زراعي بالأساس بيضيف يعني كثيرا للرقعة الزراعية في تمام. مصر. تمام، فلما نيجي نبص النهاردة من يزرع؟ هو الفلاح المصري. النهاردة أنا لما بعمل مشروعات توسع الأفقي اللي موجودة وخطة إصلاح الأراضي، وإن إحنا عندنا خطة استصلاح 4 مليون فدان من الأراضي الجديدة، فنصل برقعة زراعية تصل حوالي مثلا 100% من الأراضي القديمة. إحنا بنتكلم في مصر، المصر القديمة كلها كانت حوالي 6 مليون، أنت النهاردة بتصلح 4 مليون وبتعيدي مشروعات إلى الخدمة زي مشروع توشكا ومشروع سينا، فبتصل إلى حوالي 5-6 مليون فدان. فلما تقول النهاردة مين اللي هيشتغل في هذه الأراضي، هو فرصة جديدة إلى الفلاح إن هو يجد عايش من جديد في مكان جديد. النهاردة في مشروعات كانت برضك مشروعات الشركات في أراضي بتتوزع على من خلال الريف المصري على المزارعين، في قطاع استصلاح الأراضي كان بيدي للشباب الخريجين وبينشئ قرى جديدة. فكل هذا الكلام مين بيشتغل في هذه المشروعات النهاردة؟ فالاستصلاح الأراضي هي إضافة جديدة. النهاردة الفلاح ما عادش هو الفلاح القديم، الفلاح النهاردة الفلاح مرتبط بالتكنولوجيا، الفلاح النهاردة بقى عنده النهاردة الموبايل بقى عنده، فالنهاردة الخدمات دي بدأت تتوفر ان انت تستخدمي الابليكيشن موبايل مع الفلاح، بانه بيستخدمه في الري، بيستخدمه في عمليات الخدمة، في عمليات المكافحة، في تحديد مواعيد الزراعة، في كل البيانات دي. فالنهاردة انت بتعملي توطين جديد بمشروعات جديدة هتنقلي أسر تحطها في هذه المشروعات الجديدة. صحيح. مين هتاخديه؟ الفلاح او الاسر الريفيه اللي هتيجي تشتغل في هذه المناطق. خلينا نتكلم كمان دكتور علي عن فكره الزراعه التعاقديه وتطبيقها لدعم الفلاح، يعني نوضحها كمان لمشاهدينا. هو ده مهم جدا. ده احد الانجازات اللي اتعملت هو مشروع الزراعه التعاقديه، وتعمل مجلس اعلى لهذه الزراعه التعاقديه. فلما نتكلم عن الزراعه التعاقديه بشكل اساسي، النهارده انت
بتتفقي مع المزارع ان هو على الاقل في سعر استرشادي ثابت حد ادنى بيتم التعاقد ما بين جهتين، يا اما الدوله او شركات بتاخد من المزارع. يعني كنا بنتكلم في القمح النهارده، القمح النهارده الدوله بتقول له انا يعني في سعر جديد بيتناقش وتحط سعر مبدئي على الاقل ان شاء الله في الموسم الجديد هيبقى القمح ب 1000 جنيه للاردب، فده حد ادنى للسعر اللي موجود اللي بدا يعلن النهارده بقى تعاقد على الذره الصفراء او الذره المحليه عشان الدواجن او شركات الدواجن او الحكومه هتاخد هذا المحصول. فالنهارده في شركات بتتعاقد على انتاج اللي مثلا الدوار الشمس على فول الصويا، فلازم يبقى في حاجه بتحدد علاقه ما بين افراد بتحميها تعاقدات، وبالتالي المنتج او المزارع يضمن حد ادنى من تكاليفه الانتاجيه وتنعكس عليه بربحيه. فطبعا بتدرس الكلام ده، بقت هذه اللجنه موجوده في وزاره الزراعه مسؤوله عن هذه الزراعه التعاقديه، ترعى شؤون الفلاح وبتساعده او المنتج الزراعي بشكل اساسي، لان احنا ما عدش نعم ما نقولش الفلاح بشكل مباشر دلوقتي، لان بقى في منتج زراعي، في شاب وفي خريج وفي مهندس وفي مستثمر. فكل هذا الكلام، هذه الزراعات، هذا القانون تم اقراره واصبح مفعل، واعتقد ان هذه الامور تضمن على الأقل إن هو يحصل على العائد بشكل آمن وبنسبة تساعده على هي يعني تكاليف المعيشة. الحقيقة دور الفلاح زي ما كنا بنتكلم إنه بيتعاظم يوما بعد يوم، وتحديدا الآن يعني أهمية كبيرة بيكتسبها دور الفلاح طبعا لتوفير الأمن الغذائي أو توفير المنتجات الزراعية المختلفة. الحقيقة يعني العالم كله بيعاني أزمة بسبب طبعا الأحداث الأخيرة. من هنا السيد الرئيس وجه مؤخرا بأنه يكون في حافز إضافي لتوريد القمح، توقفت إزاي عند الخطوة دي دكتور علي وأهمية يعني الفلاح؟ لما نقول الحته دي كلام مهم جدا، ويمكن هو حس السيد الرئيس بهذا الجزء والرؤيه اللي يعني بعيده النظر ان احنا عمليه التوسع وهذا الكلام. فالنهارده لما اجي ابص هو يقول لك النهارده هو بيشوف النهارده لازم المزارع يبقى فيه نوع من الدعم، هو شريك التنميه. المزارع لو ما اشتغلش وما انتجش، طب في الاخر هيبقى المردود لو المزارع خسر هيبتدي يسيب هذه المحاصيل. فلازم على الاقل في رؤيه واضحه، وان وزاره الزراعه معالي وزير الزراعه السيد رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، وزارة التمويل، الوزارات المعنية بتتفق مع بعض على ان يبقى في سعر مشجع. فبالتالي بعد السعر الاساسي، هو حتى يمكن المرة اللي فاتت حصل رفع دعم على السعر في السنة اللي فاتت، اللي هو بعد ما حددت وزارة التموين سعر، هو ادى حافز اضافي للمزارع على سعر توريد القمح. فالنهارده احنا بنقول في حد ادنى 1000 جنيه النهارده هيبقى لارداب القمح قبل ما المزارع يزرع. فالفدان النهارده ممكن بيزرع بيجيب له 18 او 20 ارداب، يعني ممكن يبقى في حد ادنى من الايراد لموسم زراعي مش اقل من 16 او 18 الف جنيه يعني. فبيبص لتكاليف الانتاج وتكلفتها قد ايه، المهم ان هو يبقى عنده في وفره وفي عائد مجزي للانتاج، وبالتالي هيتشجع ان هو يبقى هو السند وشريك رئيسي مع الدولة المصرية في وضع السياسات والاستراتيجيات اللي بتؤمن مستقبل واحتياجات الشعب المصري. أكيد. سواء كان قمح، سواء كان محاصيل زيوت، سواء كان محاصيل سكرية، سواء عشان كده بتترفع سعر المحاصيل السكرية، بتترفع سعر المحاصيل الزيتية. نعم. بنرجع مرة تانية دكتور علي لفكرة تعميم لفكرة نظام الري الحديث وتعميمه أو تطبيقه في الأراضي الزراعية والصحراوية. كلمنا عن تفاصيل يعني هذا الأمر وإمكانية تطبيقه بالفعل سواء في الأراضي الصحراوية أو الزراعية. يمكن يعني ده بيرجعنا لحتة مهمة جدا، هو إحنا عندنا النهاردة تعظيم الموارد. أنا عندي الموارد المائية موارد محدودة، فما فيش عندي وفرة. أنا بشتغل النهاردة تحت منظومة الندرة، أنا عندي عدد سكان تقريبا 102 مليون، احنا كنا زي ما بتكلم بقول لك في الخمسينات 20 مليون. أنت النهاردة إيه بقى في إعادة إدارة الموارد؟ أحد البرامج الاستراتيجية اللي بتقوم بها الدولة هو تحديث منظومة الري، معاها ماشي بالتتابع اللي هي عملية تبطين الترع بتقوم بها وزارة الموارد المائيه، عشان حتى يبقى في عداله في توزيع الميه، مفيش مزارع ياخد ميه اكتر ومزارع ياخد ميه اقل، فبالتالي الدوله بتتكلف كل هذه التكاليف عشان تصل الميه في نهايه الزمامات بالكميات الكافيه للمزارعين، وبالتالي مفيش في ازمه في توصيل الميه. هنا كمان الدوله هنا بدات تعمل منظومه الري الحديث سواء في الاراضي الجديده، وده تقريبا بنخلص خلصنا فيه حوالي اكتر من مليون فدان من هذه الاراضي واتحدثت باستخدام نظم ري حديثه، وفي الاراضي الدلتا احنا عندنا بنشتغل في حوالي 5 3 مليون ولا 4 مليون فدان
بنحدثهم. يمكن في عندنا محافظتين نموذجيتين، هم محافظة بني سويف وبتقوم بتنفيذها وزارة الزراعة، ومحافظة الأليوبية بتطور المسائي والمراوي وبتعمل نظم ري حديثة. ده ليه؟ كل الكلام ده النهاردة عشان يقدر يبقى في الآخر هو بيوفر في الأسمدة، لأن تحديث منظومة الري بتدل لها عوائد كتير جدا. أولا مش زيادة بس الانتاجية، بتقلل التالف، بتقلل التالف من المحصول، بتحافظ على البيئة، التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة والكلام ده، لأن أنا بيبقى في نظام ري مستمر، الكلام ده بتقلل استخدامي للمبيدات، كل هذا الكلام بتزود الإنتاجية من 20% لـ25%. كمان الدولة هنا وفرت دعم اللي هو زي ما قلت سيادتك كده قروض على 10 سنين بدون فوائد. النهارده تتصور ان انت لما تاخد قرض وتاخديه بدون فايده لمده 10 سنين وتتحمل الدوله والحكومه عبء هذا التمويل، شوفي وانت بتسددي كمان على 10 سنين، يعني مش بترد راس المال مش بيرجع في سنتين ثلاثه لا. فالنهارده ده جزء من الدعم. فتحديث منظومه الري، فانا هركب هعمل نظام ري حديث، هعمل هذا الكلام، يبقى في الاخر مين اللي مستفيد؟ هو المزارع المصري، لان هنا احساس الحكومه بالمزارع ان هي تقدم له هذا الدعم عشان ما تحملوش اعباء تانية، وفي نفس الوقت عشان هو يتفرغ لعمليه العمليه الانتاجيه، وبالتالي يبقى في عنده زياده دخله. فهو الحرص الاساسي ان انا ازود دخل المزارع، ازود الانتاجيه الزراعيه، ارفع من كفاءته وتعظيمه للموارد، زائد استخدام الميكنه الزراعيه، تسويه الارض. في ممارسات بتقوم بها وزاره الزراعه في هذه الموضوع، يعني النهارده بتعمل تربيه للاصناف على اساس تتحمل الملوحه وتتحمل الجفاف، في خريطه صنفيه للقمح بتتوزع على المحافظات قبل زراعه موسم القمح، يعني القمح اللي بيزرع في بحري او في الدلتا غير القمح اللي هيزرع في وسط الصعيد، في غير اللي هيزرع في جنوب مصر. فده كل ده امور بتقوم بها وزاره ارشاد زراعي موجه. النهارده لسه المزارع الصغار بياخد اسمده مدعمه، النهارده يمكن سعر طن السماد اليوريا وصل اكتر من 10,000 جنيه، لا زال المزارع بياخده اللي هو الحيزات الصغيره بتاخد دعم بتحمله الدوله من خلال كارت الفلاح، نظام كارت الفلاح، ودي احد الخدمات. ويمكن يعني كمان يمكن كانت برضك احد ايام القطن وحصلت بتاع في سنه 2014 تم دفع دعم نقدي للفلاح حوالي 1400 جنيه مباشره، يعني ده جزء من فالحكومه او الدوله المصريه هي الاساس، بتعتبر ان جندي الانتاج او الجندي الاخضر او الجيش الاخضر هو المزارعين بتوع مصر. صحيح. فلازم الجيش الاخضر يبقى فيه اهتمام بيهم، فلازم يبقى له صحه مناسبه، فعنده تامين صحي، عنده معاش لما يكبر في السن يلاقي يعني يقدر يتعالج وعنده معاش، كل دي حوافز بتقدمها الدوله أكيد للمزارع المصري. استاذ الدكتور علي اسماعيل نجيب، مدير معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه سابقا وعضو لجنه تحديث الري بوزاره الزراعه واصلاح الاراضي، بنشكر حضرتك شكرا. انا بشكرك وبشكر الساده المشاهدين، ويعني اكيد كل سنه وكل فلاحين مصر طيبين، وكل كل سنه وهم طيبين، وان شاء الله السنين القادمه نلاقي مصر ان شاء الله بعد المساحات اللي بتتزرع الجديده دي كلها وتضاف لمصر، ان شاء الله تبقى مصر هي سله غذاء العالم يا رب ان شاء الله. بنشكر حضرتك مره ثانيه دكتور علي اسماعيل. كده مشاهدينا بنكون وصلنا معاكم لنهايه حوارنا وكمان نهايه حلقتنا النهارده من برنامج هذا الصباح، نشكركم على المتابعه، وغدا اخبار جديده وحوارات جديده وفريق عمل جديد. الى اللقاء.